صح. هو انت عبد الفتاح ما بتعقلش الكلام؟ قال لك اول ما قلت لهم هاتوا فلوس كان عندهم انطباع ان انا جاي الم فلوس. يا جدع انت عقل عشان نعرف نجري وراك. العب. اول لقاء مع المستثمرين في فتره الترشح، فقلت لهم انا متصور ان انا محتاج 100 مليار جنيه عشان اجابه الاثار اللي نجمت عن الحاله اللي افرزتها حاله الثوره في 2011 و2013. الانطباع اللي طلع، وخفت قوي ان هو الانطباع اللي عندهم، ان انا جاي يا دكتور، جاي اخد مال الناس. ده لا يرضي ربنا ولا هيرضي ربنا. يا راجل ما انت قايل لهم عايز 100 مليار. الناس تفهم ايه؟ انت بتقول لهم انا عايز 100 مليار، ففهموا انك انت جاي تلم فلوس. انت ما قلتلهمش يعني يا عمي الله يخليك الجدع ده مين اللي ابتلانا؟ مين اللي رمى علينا الجدع ده؟ طيب ما هو ده اللي حصل فعلا يا سيسي. ده انت مش بس لميت منهم ال 100 مليار، ده انت في ناس رميتها في السجن. اهو اخبار اهي، ادي صفوان ثابت. امنيستي اسرع على جهينة المصريه وراء اعتقال صفوان ثابت ونجله. مش ده لم ده مش لميت فلوس، ده صفوان دفع لك فلوس كمان. ادي التحفظ على اموال السوركي دفع 10 مليون. طب يا جماعه هيعملوا ايه؟ ده انت مش لميت فلوس، ده انت كاش من اسبوع السوركي يتبرع ب 10 مليون. طب انا هقول لكم بقى معلومه وجاتني ورب العزه من صحفي داخل مصر. قسما بالله انا هنقلها زي ما وصلتني، وافتكرتها دلوقتي لانها بقى لها معايا 4 5 ايام. انا وصلتني معلومه والله الذي لا اله الا هو. هنا المعلومه بتقول بالنص ان السيسي قبل اجتماعه برجال الاعمال بيسالهم ويقول لهم، يعني يطلع واحد كده من الرئاسه يقول لهم كل واحد يتبرع بكام، وهم قاعدين في اوضه، هو قاعد لسه في اوضه قبل ما يجتمع بيهم، كل واحد كام، فكل واحد يكتب الشيك ويقدمه للراجل ده ويخشوا بيه على السيسي. والله اخر اجتماع مع المستثمرين ورجال الاعمال ده اللي حصل فيه، وجاتني من جوه الاجتماع. احد الصحفيين بعت لي تسجيل صوتي بيقول لي شفت اللي حصل في اجتماع؟ خير يا عمي؟ قال لي الراجل قاعد جوه قبل ما يجتمعوا مع بعض دي دخل لهم حد من رئاسه الجمهوريه، شيكاتكم يا بهوات كل واحد يتبرع بكام، فكل واحد رجل اعمال كتب الشيك بتاعه. طب اللي ما دفع، اللي مش هيدفع على السجن، على المعتقل زي صفوان ثابت. وتقال لي ان صفوان ثابت ده اتاخد كده نموذج عشان اي رجل اعمال هيبمبك هيكلم هتكون مصيرك زي صفوان ثابت. جاي يقول لك خدوا انطباع عني ان انا جاي الم فلوس. لكن انتقاد السيسي لرجال الاعمال في مؤتمر اقتصادي اللي هو عامله عشانهم مفروض، يعني امر غريب جدا. انما في الهدف الهجوم عليهم بقى ليه؟ لما انت عامل مؤتمر عشانهم ليه بتهجم عليهم وتقول لهم جالهم انطباع؟ انا اقول لك ليه بيهجم عليهم، عشان بعض رجال المستثمرين اتكلموا عن الجيش. لما تقعد تتكلم وتقول ايه مش سايبين لنا فرصه، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا، انت بتدي بيئه جاذبه ولا بيئه طارده؟ لما تيجي تقول ايه لا لا ده احنا مش مفيش فرصه، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا، ده انت بتقول كلام مش واخد بالك انك انت بتضر نفسك. طب انا اجي لك ليه؟ اذا كنت انت يا مستثمر مصري ورجل اعمال مصري بتقول لا، اجي لك انا لولا المايكات يا عز والله العظيم ولا ليك عليا حلفان اقلع الجاكيت ده دلوقتي واقول لك الراجل ده لازم يتحول على مستشفى العباسيه. هو انت بتقول ان رجل الاعمال اللي بيقول الجيش بينافسنا بيضر البلد وبيوقعها؟ طب ده انت اول امبارح في نفس المؤتمر ده قلت بالنص كده حتى الاشقاء الاصدقاء اللي ساعدونا شايفين لديهم اعتقاد بان البلد ما لهمش مش قالهاش قيامه. والنبي يجيب الفيديو ده يا علي. اظن الفيديو ده عبد الفتاح يبطل اي مشروع. فاذا كان رجال الاعمال بيتكلموا على ان الجيش بينافسهم في الاقتصاد وبتتهم انت رجال الاعمال انهم بيقولوا كده، مع ان دي حقيقه، بتتهم رجال الاعمال وعمال تهاجم عليهم في المؤتمر عشان كده، وشايف ان دي حاجه تضر البلد وتضر اقتصاد البلد، لا ده انت اول واحد قلتها اول امبارح، قلت حتى الاصدقاء الاشقاء اللي ساعدونا لديهم اعتقاد بان البلد مالها مش هتعرف تقوم، كل حتى الاشقاء والاصدقاء اللي ساعدونا لديهم اعتقاد بان البلد مش هتقوم. طب والنبي لما يطلع اكبر راس في البلد يقول كلمتين زي دول، مين الشركه اللي هتجيلك؟ لما يطلع اللي ماسك العصابه كلها يقول حتى الاصدقاء حتى الاهل جاهزه، حتى الاهل
يلا العبها كده. حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى. بس شكرا يا عز، ده انت دمرت البلد كلها، ده انت تتحاكم على ده، ده مش هيجي لك بني آدم جاي تقول لي رجال الأعمال بيقولوا ان الجيش وبتاعه ده. طب معلش حط الاثنين جنب بعض كده يا عز، مين اللي بيدور البلد؟ رجل أعمال قال ان الجيش بينافسنا وده هيدور الاقتصاد، ولا انت اللي اول امبارح بتقول حتى الأصدقاء الأشقاء لديهم اعتقاد بأن الدولة المصرية غير قادرة على القيام؟ مين بيدور البلد أكتر؟ مين دمر اقتصاد البلد؟ أنت ولا رجال الأعمال؟ ده أنت فتشت سر ما نعرفوش، ما حدش يعرفه. والأصدقاء والأشقاء دول مين بقى؟ الإمارات والسعودية والكويت والبحرين. مين بيدور البلد يا فتاح؟ على أي حال الاتنين قدام بعض اهو. نشوف يا حضرات كده، هنا بيتكلم على رجال الأعمال إنهم ضروا البلد بالكلام عن منافسة الجيش، هنا هو نفسه بيزيع السر الأول مرة إن الأشقاء بيقولوا مصر ما تقومش تاني. اسمع الاتنين واسأل نفسك مين دار البلد. اسمع لما تقعد تتكلم وتقول إيه مش سايبين لنا فرصة، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا، أنت بتدي بيئة جاذبة ولا بيئة طاردة؟ لما تيجي تقول إيه لا لا ده إحنا مش مفيش فرصة، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا ده، أنت بتقول كلام مش واخد بالك إنك أنت بتضر نفسك. طب أنا أجي لك ليه؟ إذا كنت أنت يا مستثمر مصري ورجل أعمال مصري، الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى. شكرا. مين اللي بيدور البلد يا فتاح؟ مين اللي بيدور البلد؟ رجل أعمال قال الجيش بنفسه، ولا أنت اللي بتقول حتى الأشقاء الأصدقاء اللي ساعدونا لديهم اعتقاد بأن الدولة المصرية غير قادرة على القيام؟ على أي حال السيسي اتقمص من الإعلام، من رجال الأعمال، من الشعب، لكن الوحيد اللي السيسي مدحه في كلمة النهاردة وحياه هو الجيش، لأنه شايف إن ده المنقذ، العصا السحرية للإنجازات، حتى لو كلامه هيزعل الحكومة مدبولي، بس معلش هو قال كده. يعني الحكومة بتقوم بجهد جبار كلها بصراحة، لكن أي موضوع عايز أخلصه، أي موضوع عايز أخلصه يا محمد يا زكي، بقول إيه؟ بقول يا محمد يعمل إيه؟ يعمله بس خلص. كلمة فضل يا محمد، أنا بحييك وبحيي الجيش. طب بقول كده ليه؟ عشان أنا منه؟ لا والله، لا والله العظيم، لكن أنا بقول كده عشان بسجل ليك وللتاريخ اللي الجيش عمله من امتى؟ من بعد ما خد طعنة نجلاء في 67، وعلى الدرس والعوز والحوجة اللي هو عاشها، واللي كانت سبب من أسباب جولة لفنانين عظام يروحوا يعني. لحظة يا فتاح، معلش لحظة لحظة، ومصحف انت عايز حد وراك؟ وانت مش قلت من شوية انك زعلان من رجال الأعمال بلان رجال الأعمال دول بيقولوا الجيش بينافسنا؟ لا، انت في نفس الوقفة، في نفس المكان، في نفس اللحظة بتقول اي موضوع عايز اعمله بقول للجيش اعمله. طب زعلان من رجال الاعمال ليه؟ ده انت اللي قلت اهو، اي موضوع عايز اعمله اقف يا محمد بقول ايه الجيش يعمله.